سلام سلام، يا هلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وموضوع جديد على قناتي وقناتكم. بفيديو اليوم راح نتكلم عن أهم الصفات الرجولية يلي بتعشقها المرأة في الرجل. تابعوا الفيديو للأخير، وإذا أول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وما تنسوا تخلوا لي لايك وكومنت دعم للقناة. وهلأ يلا خلينا نبدأ. أول شي خلينا نعرف شو يعني رجولة، لأنه في فرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة هي مزيج بين مجموعة من الصفات والمميزات يلي بتخلي الرجل يكون مميز عن بقية الرجال، وبيكون محط جاذبية كبيرة بالنسبة للنساء، بحيث أنه غالبا ما بترتبط تصرفات الرجولية بالثقة بالنفس والقوة العاطفية والتفاني في العلاقة. كمان الرجل يلي بيكون قادر انه يوفر القوة والاستقرار العاطفي لشريكة حياته بيعتبر قدوة ليها وبيثير اعجابها وبتعشقه أكتر. فخلينا نبدأ بأول تصرف رجولي بتعشقه المرأة في الرجل، يلي هو الشجاعة والقوة، يلي بيبين من خلال تصرفات الرجل بثقة في المواقف الصعبة والتحديات يلي ممكن يتواجهه في علاقته مع المرأة، بحيث أنه بيكون قادر ومستعد أنه يواجه أي صعوبة ويقدر أنه يدافع عن المرأة يلي بيحبها وبيقدر يوفر لها الأمان العاطفي. تاني شي بتحب المرأة في الرجل هو الحنان والعطف. المرأة كتير بتعشق الرجل يلي بيكون قادر انه يعبر عن مشاعره بصدق، كمان بيكون حنون، بيهتم بمشاعر الناس يلي حواليه سواء كانوا اطفال او عيلة او اصدقاء، فبيكون مستعد انه يقدم لهم الدعم والتشجيع في لحظات الحزن او الضعف. كل هاي التصرفات بتدل على انه رجل حنون، وهذا اكتر شي بيخلي المرأة تتعلق به وتعشقه بجنون. ثالث تصرف رجولي بتعشقه المرأة في الرجل هو القدرة على تحمل المسؤولية والالتزام بواجباته تجاه العائلة من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، وكمان دعم شريكة حياته والتفاني في مساعدتها في تربية أبنائهم، ويكون قادر على اتخاذ القرارات الصائبة في كل المواقف سواء كانت الشخصية أو المهنية، وبيعمل حساب لكل النتائج اللي ممكن تصير قبل ما يتخذ أي قرار. رابع تصرف بتعشق المرأة في الرجل هو المجاملة، لأن المرأة بتحب الرجل يلي بيخليها تحس بأنوثتها، كأنه مثلا يساعدها في اختيار ملابسها ويعطيها رأيه فيها، أو أنه يتغزل في جمالها ويسمعها كلام حلو. هذا التصرف بيخلي المسافة ما بينهم جدا قريبة وبيساهم بشكل كبير في نجاح علاقتهم. خامس شي بتحبه المرأة في الرجل هو الابتسامة. المرأة بتعشق الرجل المبتسم يلي بيتميز بروح الدعابة وخفة الدم، يلي بتخليه يكون قادر انه يحول اي مشكلة ممكن تواجههم في حياتهم لموقف ايجابي من غير ما يكون نكدي وعلى طول يشكي من الظروف حواليه. فهذا التصرف الرجولي في التعامل مع المواقف كتير بيخلي المرأة انها تعشق الرجل وتتعلق فيه. هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير للمقطع مع أصحابكم. بلقاكم بفيديو قادم، وسلام سلام.